نقارا مرحبا بك. مرحبا جميلة، مرحبا. ما توحشناكش ياسر الحقيقة، باسكو عامل حملة كبيرة على فيسبوك وفي اي عاملين لك وي دونك اما ما نصورش الشعب التونسي يعمل ما تكون انت عملت روحك معناها وي دونك فوالا. شنو الحوار؟ حصري هبط هذايا، مين عمل روحه هو هبط تيتر هذايا. شبيك يا ولدي؟ شفما شيء يا عبيد راهو ايش نقول لكم بالرسمي، فما ناس ما يعرفوكش بالكدا اي في الدنيا، انت في الدنيا حاجه اخرى مختلفه تماما على عليك انت في التلفزه. بالحق بالحق، خاطر فما برشا ناس يقولوا لي انت رزين شويه في التلفزه. اذا كان مش صرح مؤخرا قال لي هو ما يستعملش الرجال في الكحل هذا في الانستغرام زميل لما الصحفي توا فاشل رزين هو قال خليكم شويه في الاخبار خليكم شويه في الاخبار بصوت كذا البارد عليه هكا سيس خوف سيس خوف سيس خوف شو الجميل وين السؤال يا جو؟ شنو مشكلتك؟ شنو مشكلتك؟ لا بالحق شنو مشكلتك مع الاعلام؟ ما عنديش مشكل، ما عندي حتى متهمينك بالبذاءة والرداءة. طن 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 شبيك هربت من السؤال اخ امين؟ لا هكا اجابة صوت رؤوف العمر لا لا جاوب جاوب ها اجابة اعطيها طارق الاجابة. لا سامحني طارق شنو فاش قاطع؟ لا لا انت تحكي معايا. لا انت اللي قلت انا انت اللي قلت معناتها انت اللي عاود الجملة اللي قلتها جميلة متهمينك بالرذاء البذاءة هاي هاي امشي وحاجه اخرى والرداءة والرداءة طن 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 اي انت تجاوب في بلاصتو يعني مش انا يا بنتي انا عطيت الموسيقى هذيك تعجبني انا نعتبر نجاوب على روحه خي اسمي نعتبر هذا نوع من انواع التنكيت معناتها واحد قاعد ينكت دونك نضحكوا معاه تفضل معناتها اللي تهم يضحك دونك هذاك علاش نضحك علاش امين ما تسخرش كل بلاصه تمشي لها رؤوف بن عمرو معاك ليش شلت شو الجميله بدلنا الكرونيك ما رؤوف بن عمرو موجود تو نجاوبوا على سؤاله علاش ما تسخرش البلاصه تمشي لها خاطر انا نحب التغيير على الاخر فهمتك علاش كلمه تغيير تستعملها كان في الاعلام علاش ما نشوفوكش تبدل حوايجك ست عام شلة بنفس مريول تاع باتمان بر باتمان عليه ولا باتمان معاش ما امين لابس باتمان باتمان لابس امين ولا علاش العباد تقبلك في موزايك وما تقبلكش في التلفزه علاش العباد تقبلني؟ شكون قال لك العباد ما تقبلنيش في التلفزه؟ انت شنو هذا؟ لا لا ما شنو هذا تو؟ يزني تو من قبيله تقول لي انا نعرفك تحكي بصراحه وكذا وخليني نجاوب ولا مش نجاوبك لازمك تسمعني بتفضل هذايا فما شكون اللي قاعد يحب يحطها في مخاخ العباد بالسيف خمايس يحب يقنعهم شكون خمايس يحب يقنعهم معناتها يحب يقنعهم فكره غير موجوده سينو معناتها شنو المانع نعطيك مثال انا تفضل شنو المانع انك تحقق نساء مشاهده توصل للشطره التوانسه 50% يتفرجوا فيك كان ما يحبوكش فما حتى شيء فما حتى دليل ليه توانسه ساعات مش باعجاب يتفرجوا راه المرة الأولى المرة ساعات ينجموا يتفرجوا باغ كيوريوزيتي يحبوا ينبروا يحبوا يعملوا المرة الأولى المرة الثانية العام الأولاني العام الثاني العام الثالث العام الرابع هذا فما مشكل شنو المشكل اسكو أنا للدرجة فاهم مش يحبوا هما ولا هما مش فاهمين هما مش يحبوا ولا مش فاهميني أنا ولا أنتم فاهمين بعضكم فوالا واللي ينبر مش فاهم شيء مثلا نجم تكون في الاتجاه هذا ايش باش تعمل في الحوار؟ برنامج والله ناقصين تكون على اللماغ اللماغ اللي كان يلهي اللماغ جيبوه رزينا رزينا اللماغ عندي سؤال من بعد تفضل ايه انتم صرفتوا سطحانه فيا اليوم توفيق جبالي طارق نجم تشارك راه ما ينجمش خاطر مشارك معايا طيب لا سامعني طيب جهربي انا مشارك في جريمه فهمتني ولا لا؟ ديما كيك انا في امور قتل وكذا الحكايات هذوك بريف تو برج ولي باش نجاوب انا مثلا على سؤال باش نسالوا لمين تو نعرفوا شيء كل يوم قاعد يتقال خاطر نعرف برشا كذاب اي وبرشا عباد تتخبى ورا ليه باش توضح للناس اللي تسمع فهمت نعرف اللي انت تعرف صحيح وبجاه ربي باش نعطيك فازه جميل سامحني لحظه برك جميل تخدم في الراديو ما يسبك حتى حد لا يسبك كي تخرج في الشارع فما واحد يجي يسبك ايش نقول لك كان الناس الكل تحبك راهي فما مشكله فهمت فازه ولا لا وكان الناس الكل تكرهك فما مشكله دونك صحيح دونك انا واحد من الناس شنو نفهم من الحكايه كانوا فما عباد ما تحبكش فما عباد تحبك تركز مع العباد اللي تحبك ما على بالكش بالعباد ما تحبكش انا هكا نعيش معناها ساكن الموضوع لا جوست لا لا سؤال انا حد نضيفها باش يسالها على روحه لا لا ما يسالش احنا عمل صحفي شنو تفسيرك امين معناها خبر معناها اللي سمعناه البارح في معناها في موجات اثير معناها 28 قناه انت عندك ساعه هذا كومون زادوا فيه فلسه كيما ريكول هذيك ميغالو اسمع تنزل باش تلقى ميغالو حفمك الحمراء زرقاء خضراء ما بعد مكتوب ميغالو باش تعرفوا فانا تلزق الحق هو خبر معناها انتقاله ولا خروجه من القناه خبر عادي لماذا يعني الخبر هذا لقاوه سبونسوريزي حبيب الله
منين الساعة سبونسوريزي؟ من القناة اللي كان يشتغل فيها. ما انا فهمت. شو انا باش نعطيكم اجابة نعرف. هذا حبينا نلخصوا نحن وبعد نرجعوا للانترفيو نتاعنا مع جميل. ما نحكيش برشا اخويا انا فال ما نحكيش برشا خير. اللي تعدي بلون في لونتين اكثر ما تحكيش. باش نجاوبك في كلمتين. كيما فما عباد يزون سبونسوريزي الحكاية نتاع مريم دباغ وانا وطارق. صحيت صحيت. ما تفهم مع بيت زادك يوم سبونسوريزي على غالب خويا لحمتي حلوه اي خبر يلقاوه هنا يسبونسوريزي وهم صحيح بارك الله فيهم يعطيهم الصحه. هذا ايش حبيت نخدم به حياتي به. باش نعطيك فازه باش نعطيك فازه اقسم بالله عمري ما قلتها وعمري ما جاوبتها وقلت ما قلت حتى فازه لا في فيسبوك لا في انستغرام. خمم فيها قبل نجم نعطيك اسامي عباد اسامي ولقبات راهو تاع عباد تعطي في فلوس وعباد تعطي فلوس تسبك انت تسب ميغالو شكون تسب موزايك تسب الحوار تسب التاسع تسب كذا عباد ما عندها ما تعمل ديزاجونس فما عباد تصرف اي وقت غالي مشيت لهم انا ليزاجونس هذوما تدخل انت لاجونس تقول لهم انا خويا شدوا لي فلان في كوان مثلا باش يسب ميغالو قداش ياخو قداش فهمني ولا لا مثلا باش يسب ميغالو قداش لا 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 ما مش لا ما يسالش باش يسب ميغالو قداش ياخو فما حتى حد في الدنيا ذي يغزو لي انا فما جمله قالت لي ما عند فرنساوي عمره يمكن في 69 سنه كيك عاش 14 سنه في تونس كرسي لك في المترو بالرسمي صارت في المطار قلت له شنو الحاجه اللي خرجت بها من تونس بعد 14 سنه عشتهم في تونس ايش قال لي قال لي اكتشفت انتوما كي تبدا انت فرحان انا نبدا متقلق وقال لي مش الناس كل كيف كيف فهمتي ولا لا اكتشفت كي انت تبدا فرحانه جميله تبدا فرحانه أي. انا لازم نبدا متقلق علاش فرحانه جميله فاش قام فرحانة سوري فرنساوي هذا يتألم يتألم صحيت معناها يلا غالب الباهي والخايف هاي فرنساوي هذا فما ناس باهية فما ناس محلاها وكنا نكذبوا على بعضنا وكذا وكنا قاعدين نافقوا علاش وكنا لا 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 ما تعممش لا لا مش كنا لا لا انا باش نمشي في الدرجة هذه باش نعدل سوجي واحد اخر شو يقولوا طيارته الفرنساوي جات في وقتها ولا باش نمشي في السجاده نتعدل سوجي فليش تسرقوا هل ولا حاجة اللي ما نحكيش ساعة وعلاش روح هو بعد 14 سنة فرنساوي بدل من القناة خذوا فرنسا شنو قادرنا توا أغنية الموسم باهي والله لا نعد نجم نتكلم معاهم ما عادش قالت ماغي كولور في البارح ماغي كولور يا اخي خلنا نسالها مريم دبيغ تتلون تتلون قلت لهم انقرا مرحبا بك مرحبا جميله مرحبا ما توحشناكش ياسر الحقيقه باسكو عامل حمله كبيره على فيسبوك وفي اي عاملين لك وي دونك اما ما نصورش الشعب التونسي يعمل ما تكون انت عملت روحك معناها وي دونك فوالا شنو الحوار حصل يهبط هذايا امين عمل روحه هو هبطها تيتر هذايا شبيك يا ولدي شنو ما فما شيء يا عبيد راهو ايش نقول لكم بالرسمي فما ناس ما يعرفوكش بالكدا اي في الدنيا انت في الدنيا حاجه اخرى مختلفه تماما على عليك انت في التلفزه بالحق بالحق خد فما برشا ناس يقولوا اللي انت رزين شويه في التلفزه اذا كان مش صرح مؤخرا قال لي هو ما يستعملش الرجال في الاكحل هذا في الانستغرام زميلنا من الصحفي تو فيصل الزين هو قال خليكم شايكر في الاخبار خليكم شايكر في الاخبار بصوت كذا البارد عليه هكا سيس خوف سيس خوف عفوا عفوا شو اللي جميل وين السؤال يا جو شنو مشكلتك مشكلتك لا بالحق شنو مشكلتك مع الاعلام ما عنديش مشكل ما عندي حتى متهمينك بالبذاءة والرداءة هربت من السؤال اخ امين لا هيك اجابه صوت روز من عمر لا لا جاوب جاوب ها اجابه فاعطيها طارق الاجابه لا سامحني طارق شنو فاش قاطع لا لا انت تحكي معايا لا انت اللي قلت رانا رانا انت اللي قلت معناتها انت اللي عاود عاود الجمله اللي قلتها جميله متهمينك بالرذاء البذاءه اي اي امشي وحاجة اخرى والرداءة والرداءة طن 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 ايه انت جاوب في بلاصتو يعني مش انا يا بنتي انا عطيت الموسيقى هذيك تعجبني انا نعتبر جاوب على روحه خي نعتبر هذا نوع من انواع التنكيت معناتها واحد قاعد ينكت دونك نضحكوا تفضل معناتها انت امي يضحك دونك هذاك علاش نضحك علاش امين ما تسخرش كل بلاصة تمشي لها رؤوف بن عمرو معاكم ايش شو الجميلة بدلنا الكرونيك معروف بن عمرو موجود ما نجاوب على سؤاله علاش ما تسخرش البلاصة تمشي لها خاطر انا نحب التغيير على الاخر فهمتك علاش كلمة تغيير تستعملها كان في الاعلام علاش ما نشوفوكش تبدل حوايجك ست عام شلة بنفس المريول تاع باتمان بر باتمان عليه ولا باتمان ما عادش امين لابس باتمان باتمان لابس امين ولا علاش العباد تقبلك في موزايك وما تقبلكش في التلفزه علاش العباد تقبلني شكون قال لك العباد ما تقبلنيش في التلفزه؟ انت شنو هذا؟ لا لا ما انت شنو هذا؟ تو من قبيله تقول لي انا نعرفك تحكي بصراحه وكذا خليني نجاوب ولا
مش نجاوبك اسمك تسمعني بتفضل. هذايا فما شكون اللي قاعد يحب يحطها في مخاخ العباد بالسيف خميس يحب يقنعهم شكون خميس يحب يقنعهم ما تحب يقنعهم فكره غير موجوده سينو معناتها شنو المانع نعطيك مثال انا تفضل شنو المانع انك تحقق نسب مشاهده توصل للشطره التوانسه 50% يتفرجوا فيك كان ما يحبوش